بريطانيا. الآن ما رأيكم لو ذهبنا إلى مدينة شرم الشيخ لمجموعة مراسلين لنتعرف منهم على الأجواء هناك وأبرز ما استوقفهم؟ سنتابع إذن من هناك من مدينة شرم الشيخ الزميلين اللذين انضما إلينا كريستين رياض ومينا مكرم. طاب صباحكم، أهلا وسهلا بكما. البداية ستكون حول الجلسة النقاشية التي أديرت حول دور المرأة وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار، وبالتالي حري بنا أن نبدأ بنون النسوة. الزميلة كريستين رياض سنبدأ منها. كريستين، ماذا لديك في التفاصيل؟ شكرا أحمد. صحيح، اليوم هو اليوم والموضوع الأبرز حول دور المرأة في المجتمع، ونتابع الجلسات النقاشية والتي اهتم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرها دور المرأة. هذه الجلسة الأبرز خلال اليوم. ينضم إلينا الآن الدكتورة مايا مرسي رئيس مجلس القومي للمرأة أيضا لنتحدث حول نون النسوة في المجتمع المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتحدث أن هناك مشاكل كثيرة تخص قضايا المرأة في المجتمع المصري. مرحبا بك في البداية وحدثينا عن هذا الموضوع. أشكرك يا فندم. أعتقد زي ما حضرتك قلتي النهاردة الجلسة المرأة في دور المرأة في مواقع اتخاذ القرار ودور المرأة عامة كان من أبرز الجلسات. حضور السيد الرئيس يعني أكد على الدعم السياسي والإرادة السياسية لهذا الملف. المشاكل اللي طرحها سيادة الرئيس موجودة في معظم دول العالم، وكون ان هو اتكلم على احترام المرأة، تقدير المرأة داخل المنزل وخارج المنزل، وازاي وصولها الى موقع اتخاذ القرار ده بيبدأ من احترامها كمجتمع، اشار الى نقطة مهمة جدا. اذا كانت حتى الارادة السياسية موجودة وفي مجتمع غير مساند للمرأة، بيبقى صعب على الارادة السياسية ان تشتغل عكس فكر المجتمع، ولكن ازاي نغير الفكر المجتمعي لوصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار. اكد على ان في طلب لبرنامج للتوعية خاص بالفتيات لتوعيتهم بالدور اللي ممكن يقوموا بيه في المستقبل، ازاي ندمج هذا في التعليم، ازاي ندمجه في الرسائل المختلفة، ازاي تأهلي شابات للقيادة في وقت مهم جدا في تاريخ مصر. الرسالة اللي وجهها لكل الرجال كيف احترام المرأة، احترام مكانتها، احترام الابنة، التعامل مع المرأة، كل دي كانت رسائل مهمة جدا. ازاي المرأة المصرية قادت فترة صعبة جدا في تاريخ مصر من ثورة 30 يونيو، ازاي تحركت، ازاي قادت هذا التحرك، ازاي نزلت في الشارع ونزلت ولادها. هذه هي الرسالة، المرأة المصرية مرأة قادرة. يعني في مشاكل، في عقبات، في تحرك يعني عارفة كده صعب على الأرض، ولكن لا يجب إخفال قوة المرأة المصرية من النجع للقفر للمحافظة لكل الأماكن دي. أشرنا في الجلسة إلى كسر الحاجز الزجاجي اللي موجود في مصر في وظائف معينة زي مستشار الأمن القومي، وجود محافظ. أشرت أيضا إلى أن هناك يعني كون أن سيدة وزيرة هي اللي بتخطط لكل مصر وبتحط الخطط وبتساعد الوزارات للتخطيط، دي كمان نقطة يجب أن يعني هو العدد طبعا 4 وزيرات قليل، ولكن انت شوفي الملفات اللي كل وزيرة مسكاها، أهمية هذه الملفات وأهمية التعامل معهم، وإزاي كمان بيتعاملوا مع هذه الملفات بمقدرة وقدرة عالية جدا. كان هناك حديث أيضا خلال هذه الجلسة حول الأمم المتحدة ودعمها لدور المرأة في الشرق الأوسط. أيضا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة لدعم المرأة التي وقفت في 30 يونيو وطالبت الجيش المصري يعني محاربة الإرهاب وما إلى ذلك. كيف يمكن أن يكون للأمم المتحدة دورا فعالا لدور المرأة في المجتمع المصري؟ خليني اقول لك ان دور الامم المتحده في مكافحه الارهاب والتطرف او نبذ العنف والتطرف ملف دولي كبير. نحن نتعامل معهم على المستوى الدولي، ولكن الرساله الواضحه النهارده كانت اذا كنا بنتكلموا على ملفات دوليه كبيره، ما الجزئيه الخاصه باجنده المراه اللي فقدت ابنها، فقدت زوجها، اللي قدمت كل هذه التضحيات، كيف التعامل مع هذه القضيه وهذه الفئه من السيدات؟ ردت الخبيرة أو المسؤولة من الأمم المتحدة قالت أن احنا نتعامل مع هذه القضية في إطار التمكين، في إطار التوعية، ولكن الأهم هو نبذ العنف والتطرف. أنت الأمم المتحدة بتعمل البروتكتيف ميجر، ازاي تقدري تحمي تتخطي هذا الفكر، زي ما يبقاش فيه تطرف وإرهاب في أي دولة من دول العالم.
تأثرنا جدا لما قالت انتوا بتساندوا كل الفئات ولا تساندوا الأمم المتحدة تساندوا كل الفئات ولا تساندوا المرأة التي فقدت كل عزيز عليها. كانت لحظة مؤثرة جدا جدا جدا، ولكنها أضاءت نقطة ان هذه السيدة بعد فقدانها لكل عزيز وغالي القاء الضوء عليها من المحافل الدولية امر مهم جدا. صحيح. إذن يعني هذه الجلسات النقاشية الدور الرئيسي والهدف الرئيسي منها هي إخراج أفكار جديدة من مختلف دول العالم لدعم أيا كانت القضايا الهامة التي تطرح على ساحة البحث والنقاش. دور المرأة في صناعة القرار، هذا هو كان عنوان هذه الجلسة. ما هي أبرز الأفكار الدولية التي يمكن أن يستفيد بها المجلس القومي للمرأة لكي يعزز دور المرأة في المجتمع المصري في الأيام المقبلة؟ خليني اقول لك ان معظم القضايا الدوليه اللي طرحت على هذه الجلسه المجلس القومي للمراه واخدها في العين الاعتبار في اجنده التمكين المراه 2030، لان ساعه واحنا بنعمل الاجنده ديت او الاستراتيجيه دي تراجعنا كل الاستراتيجيات تقريبا الدوليه في هذا المحفل. فاذا كان جزء الخاص بتمكين المراه في وصولا على القرار في القطاع الخاص، عندنا فكره الجندر سيل او شعار تكافؤ الفرص، ازاي نشتغل مع شركات القطاع الخاص. اذا كان التدريب والتاهيل فاستخدام الانوفيشن او الابتكار، معامل الابتكار لوصول لتعليم المراه ووصولها الى مواقع اتخاذ القرار. اعتقد دول اكثر فكرتين طرحوا. الفكره الثانيه هي مساندة المرأة للمرأة، فأيضا المجلس القومي للمرأة بيعمل برنامج مع البنك المركزي وأموال الغد لخروج مجموعة من المنتورز والمنتيز لقيادات نسائية تقود المستقبل. فهناخد اللي هم التوب 50 وومن، إزاي يخرجوا سيدات تحتيهم كمان إن شاء الله يقودوا مستقبل مصر في لأفضل حال بإذن الله. أخيرا يعني المرأة ونماذج المرأة في منتدى شباب العالم كانت ملهمة للغاية، بداية من الجلسة الافتتاحية والحفل الافتتاحي للفتاة الأيزيدية وحتى جلسة الأمس والتي عرض خلالها عدد كبير من النماذج المختلفة حول العالم للشخصيات الملهمة في منتدى شباب العالم لكي يستفيد الكل من النماذج، سواء كان في ريادة الأعمال سواء كان في قضايا المرأة بشكل عام. ما هي أبرز يعني الملفات او ابرز النماذج التي لفتت رئيس منظم او رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر؟ انا شكرا ان حضرتك اشرتي الى جلسة الافتتاح، لان لو خدنا بالنا جلسة الافتتاح معظم المتحدثين تكلموا على المرأة وتمكينها، لان ده ملف مهم جدا. اذا كنا بنتكلم على مصر والمستقبل يجب ان تكون ناخد هذا في عين الاعتبار. الجلسات كلها فيها وعي كبير ان يكون في تمثيل للسيدات او البنات الشابات فيها. حتى نسبة الحضور لو خدنا بالنا هتلاقي تقريبا في مناصفه بين الشباب والفتيات. بالظبط. الجلسات امبارح كان في بالامس كان في جلسه عن رياده الاعمال، 8 نماذج من العالم من رياده الاعمال للبنات، وكان في نموذج واحد لرجل ويعني قياده مستثمر كبير. فاعتقد ان احنا في وعي كبير من قبل المنظمين على أهمية هذه المناصفة وهذا الحضور والتواجد للمرأة، سواء المرأة المصرية أو الشابة المصرية أو البنات أو الشابات من كل أنحاء العالم. دكتورة مايا مرسي، شكرا جزيلا على تواجدك معنا على الهواء مباشرة من داخل منتدى شباب العالم. شكرا جزيلا لك. أشكرك يا فندم. شكرا. شكرا. إذن إليك أحمد الكلمة بعد هذا اللقاء مع الدكتورة مايا مرسي رئيس مجلس القومي للمرأة، وطبعا التغطية ستظل مستمرة لأبرز وأهم القضايا من داخل منتدى شباب العالم. إليك الكلمة.